صباح الخير لكم مشاهدينا وين ما عم تحضرونا بلبنان وبكل انحاء العالم. اليوم السبت ب 31 اب، بلشنا نحس بنهايه الصيفيه ولكن ببدايه الويك اند اكيد منفكر بكل الاكتيفيتيز اللي فينا نعملهم، منفكر بكل الايفنتس اللي بعدهم متابعين بلبنان وبصيف لبنان يلي دايما وبالرغم من كل شيء بيكون صيف دايما والعان بالاكتيفيتيز بالمغتربين بالسواح يلي عم يجوا كمان لعنا ويلي اكيد بنتمنى انه يكونوا دايما موجودين كل ايام السنه. اليوم نهارنا اكيد غني بالفقرات بالمواضيع، موضوع يلي هيك فعلا ناطرة انه نوصل له اليوم هو ضمان شيخوخة ناجحة ببي بوزيتيف. دايما عندنا هالخوف من انه نكبر، هالخوف من انه نفقد شبابنا، هالخوف من انه اذا صرنا بعمر شوي متقدم وكانه انتهت الحياه بالنسبه لنا. بنتذكر دائما البورتري دو دوريان غراي، هالكتاب يلي من خلاله بنشوف كيف دوريان غراي جرب يبيع او يشتري الشباب الابدي وشو بيصير من بعدها. كل مرحله وإلى جمالها، كل مرحله وإلى تطورها. خلينا نقول انه اليوم العمر منه إلا باب للتطور، العمر منه إلا باب إنه نغني حالنا بعقلنا بخبرتنا بعلاقاتنا مع الناس. قد ايه بنقدر نحن اليوم مع عمرنا وإذا قدرنا فعلا نكون عم نستفيد من كل لحظة بحياتنا نكون عم نفيد أيضا يلي حوالينا، الجيل الجديد، أولادنا، قرايبنا، كل هالشباب والصبايا يلي حوالينا اليوم ويلي هن بجيل مختلف تماما عن جيلنا، جيل تكنولوجيا بحت. قد ايه نحن فينا نعطيهم من خبرتنا من حياتنا من علاقاتنا ويكون عنا شيخوخة ناجحة مش بس بالشكل. اليوم أسهل شيء أنه ما نكبر بالعمر بشكلنا لأنه طبعاً بنعرف كلنا قد في تقنيات، ولكن المهم الروح، مهم روح الشباب، والمهم أنه يضل الشغف وحب الحياة موجود فينا. هيك رح نبلش حلقتنا اليوم انا وياكم مشاهدينا، بناخذ وقفه صغيره منتابع مع باقي فقراتنا. ماي رايتس اليوم كمان عم نحكي عن حقوق الطفل، عنا هيك شوي هالمقارنه بين حقوق الطفل بين شيخوخه ناجحه وباقي الايفنتس يلي رح نحكي عنهم يلي عم بيصيروا بلبنان. وقفه صغيره وبنرجع.